أهلا بكم أيها الرائعون، دائما مع الطرق الرائعة في قانون الجذب. وفي هذه الحلقة سوف أكشف لك سرا آخر عن قانون الجذب يتعلق الأمر بقانون الرنين الاهتزازي. تحدثنا أكثر من مرة في الماضي وقلنا ينبغي عليك أن تراقب مشاعرك، طبعا لأن هي الأساس. السر الحقيقي يكمن في المشاعر التي أنت عليها الآن. ما ترسله من دبدبات فإنك تتلقى منه المزيد. يستجيب قانون الجذب دائما للتردد الذي ترسله، وهذا الأخير يتوافق بدوره دائما مع ما تعتقده. وهكذا ينبغي عليك أن تراقب شيئين مهمين: معتقداتك الخاصة بك، وثانيا الشعور الذي أنت عليه. أنت ببساطة تجذب الاهتزاز الذي أنت عليه الآن، لذلك ينبغي عليك أن تراقب اهتزازك الفكري العالي وطاقتك الحالية. وتحدثنا أكثر من مرة عن السعادة وقلنا هذا أفضل الاهتزازات التي ممكن أن ترسلها طبعا، بالإضافة إلى طاقة الامتنان الأولى طبعا في الجذب وطاقات المحبة والعاطفة. كلما كان اهتزازك الفكري يتوافق مع ما تريد فإنك تجذبه بكامل السهولة. المعتقدات الخاصة بك هي أيضا ما ترسله إلى الخارج، وبالتالي فعليك دائما أن تراقب نوعية المعتقدات التي تعتقدها وأيضا حالتك المشاعرية واهتزازك الطاقي الآن. قانون الرنين المغناطيسي يقول بأن قانون الجذب يستجيب دائما وأبدا للتردد الذي ترسله، وهذا الأخير يستجيب طبعا دائما وأبدا لما تعتقده عن كل شيء. في النهاية عزيزي المستمع، راقب مشاعرك الداخلية ومعتقداتك عن كل شيء، وعليك أيضا أن تراقب إحساسك وشعورك الحالي واهتزازك الطاقي. إذا أردت أن تجذب أهدافك بسهولة فعليك أن تتوافق فكريا واهتزازيا وطاقيا مع ما تريد. كلما كنت ترسل إشارات على إحساسك الحالي والهدف الذي ترغب فيه فإنك باستطاعتك أن تجذبه إليك بإذن الله بسهولة وأمان. يوسف حسن، في أمان الله.